جات ناقصه وليدي يا ولد حرام شو يبكي والله من جد شو يبكي وش اسوي يا سراج انا تكفر اسوي قلت انت صادق قلت امزح قال صادق قلت عمرك ضربته قال لا قلت عمرك وريت انك شديد قال لا قلت طيب كيف توقعت هواي ينضبط معليش شوي بس عطها شوي يعني ذوقه شوي ملح وبعدين عطها السكر كله قالوا ايش الحل قلت لا تضربه الحل عندي وش يروح يطلع من هنا قال يطلع من هنا يجلس على البلاي ستيشن لين بعد صلاه المغرب من تخيل من ظهر لين صلاه المغرب بعد صلاه المغرب ياخذ جوال يجلس عليه لين مدري متى وبعدين ياخذ الايباد بعدين قلت ما شاء الله تبي ذاكر كيف تبي ذاكر قال ايش اسوي قلت تعال اول شيء الاختبارات باقي على اسبوع الان تسحب الايباد على طول تسحب البلاي ستيشن تسحب الجوال الجوال له من بعد صلاه المغرب الى العشاء بس قال ما بيخليني اخذ جوال تتكلم عن خويك انت ولا ولدك ولدي هم علمت كيف يستخدمه اسلوب يسمونه اسلوب ايش ما ادري ايش المهم اللي هو الاسلوب هذا يسحب من الجوال يسحب يرجع له يكافئ بالبلاي ستيشن يكافئ بالجوال حسب ما يقدم اقسم بالله ان الاختبارات كلها جايب فيها ممتاز بس راجع ذكي انا اقول لك بس هو ما يعطي فرصه راجع شوف كل اب احنا ما نختلف انه كل اب عنده طريقه عنده اسلوبه صح فارس انت لازم توري الولد تعطي الولد او الابن بشكل عام وقت ما يكون فيه حزم هنا في حزم وقت الدراسه دراسه بعضهم ما عنده حزم هذه لازم ما عنده حزم ذلك كان يكلمني ذا شربك من جديد دي عرفت هذا ما عنده جسم حزم ما يعرف طيب مره يا رجل ما يصير طاهر من جديد انا الى الان ما يصير طاهر هي الدكتور ما يصير طاهر يقول في حياته ما اقدر افعده على ولده في حياته ممكن ولده يذكر له هذا الفضل بصراحه صعب هو شيء صعب لكن هو الصح شوف بقول لك شيء اخر الحلول اخر الحلول اخر في حاجه في بعض الابناء ما يمشي معاه الا الضرب في بعض المواد صحيح هذا شيء ثاني اذا ضربته بعضهم اذا ضرب ولده او اخذ منه موقف معين يجلس منه اسبوع ما يكلمه ولا يتكلم معه ومدري ايش خلاص انت زعلت منه على موقف واحد خليك على هذا الموقف اما انك تظلمه طول اليوم مثلا ما تكلمه وطول اليوم خلها هذه شيء بسيط يعني انا اشوف مثلا نماذج يمكن تشوفون اطفال عندكم في البيت مثلا اذا ضربته امه ولا شيء ما تكلمه مثلا اربع ساعات خمس ساعات تشوف انه حزين وتشوف يتهاوش هنا ويروح هنا. هذا هو باقي صغير ما بالك اذا هو كبير اذا مثلا الاب ما يكلم ولده اسبوع كامل فين بيروح الولد البنت اذا امها خاصمتها وما كلمتها يوم كامل فين بتروح والله ما في يوم ما ظاهر تجلس يوم انا اقول لك انا داري بس حتى من ناحيه الاب حتى من ناحيه الاخ حتى لو غلط الواحد حاسبه على قد خطاه لا تظلمه طول اليوم ولا تظلمه طول اقول يا زينه الامهات بس انا عجبوني شو اسمه بعض الاجانب عندهم حاجه انا اشوفه مثلا غلط مثلا في السياره تعرفون المجانب اللي يجوا يعني بعض خاصه اهل مصر ما شاء الله اذا مثلا غلط الطفل يضربه حلو يضربه لكن علشان الخطا هذا تشوفه بعد يمكن 10 دقائق تلاقي جبت سماعه ويضحك يضحك صح ولذلك شوف اطفالهم ما شاء الله يا رجل ودكم وراك الدينار وثقه شوي وكل شيء يلا يا رجل اعرف بريتو اعرف اولاد او بنات يقولوا اقسم بالله نتمنى ابائنا يضربونا ولا يدونا بعض نبرات الزعل اي ولا يتكلم والله انك صادق بس انا ترى مع الضرب ايوه في ناس في حالات معلش انا مثلا عندي ولدين يا اخي واحد ما يذاكر وماشي اموره ويسمع الكلام وكل شيء طيب مو مشكله هذا اموره زينه واحد من العيال شوي ملقوف احذره مره المره الثانيه اقول له انتبه لا تسوي كذا توصل مرحله اني لازم اضرب عشان انا عارف انه في حزم ترى فالموضوع موضوع الضرب ترى مطلوب حتى من عهد الصحابه مطلوب ذا بس غير مبرح اكيد لا اكيد هذا ما نختلف فيه لان في لكن هذا شيء مطلوب في شخصيات الان مدرسين يمكن سلمان معلمين يعرف ان في طالب مهما ضربته لا زال في اخبار وفي طلاب اذا ضربته مشى معك على طول ترى انا عندي الضرب عندي عمر معين ايوه انا ابوي الله يخليه ويحفظه مرحله معينه من المراحل
والله كان يعني ما اقول لك دايم يضرب، لا في الخطا يحذر، اقعد وقف ليش سويت كذا، انت بلا تسوي يحاسب اي مره يحاسب. المره الثانيه الثالثه زاد الموضوع ضرب، ليش انا اضرب؟ وانا اقول لك وانا صغير اذا انضربت في المره الثالثه الرابعه والله ما يتكرر الخطا عشان ما انجلد. ايوه هذا هذا اللي بس لما كبرت، لما صرت كبير ابوي ما يضرب ولا صار مد يده. الله يحفظ الوالد، كان يقول لي وصلت مرحله من العمر كان يقول لي يعني لما نبي يوبخني يقول لي عيب اضربك من دقيقه. اي والله يقول لي استحي امدي يدي عليك. الله ليش يضربك؟ والله يضربني ما عندي مشكله. شو تقلب شو اسمه صنم عشان ما تسوي اخطاء، خلاص تندم على كل شيء سويته. احيانا خلاص يقول انا استحي امد يدي عليه. عطني 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 اوه على كلمه. احيانا ترى بالمدارس بعد يعني شوف تلقى عندك 30 طالب، ايش تبي؟ تلقى عندك 30 طالب بيبسي انت كل تعرف نفسيات الطلاب، خلاص نفسيات كل طالب له نفسيه. انا كلتها في بعض الطلاب مثلا ما يمشي الا بالضرب، صح؟ في بعض الطلاب لا بالخوه، كثر الضرب ما يفيده وبالخوه يمشي. وفي بعض الطلاب لا، لازم تجي سايس، لازم بالهداوة، ترجع عنده مشكلة عاطفية بالبيت، لازم أن تصير له مثل أبوه، حلو؟ كله يمشي معك. بعض الناس لا، يخاف إذا قلت ترى بنادي أبوه. والله أنا أعلم أبوه، بعض الناس خاف من أبوه. أنا عارف. إي والله أنك صادق. والله عارف. يا أخي في فصول. والله عندي أنا في فصل، أنا عندي في المدرسة اللي كمل علي طالب الحين. لثلاث سنوات. سلمان. لثلاث سنوات تدري كم لي؟ تدري كم طالب؟ كان بي عن ويه. تدري كم طالب؟ كان بي عن ويه ويه. 240 200 يمكن ما يقارب 1000 طالب. الله يرضى عليك. ايوه 1000 طالب، والله ما ضربت واحد، والله ما ضربت واحد. ترى والله العظيم اني اشوفني نوقف احترام تقدير. اقول لك شيء بسيط، اقول لك شيء بس عطى حقه يا اخي، عطى قيمته بس. اقول لك شيء عطى قيمته ويحترمك. وفي ناس مشكله. شوف انا اتكلم عن تنقص من قيمته ما يحترمك. انا اتكلم شوف لا طلاب الكبار لا كبار ابتدائي، انا درست ابتدائي حتى ابتدائي لا ترى الابتدائي شوف الابتدائي بعض الطلاب لا لازم بتضرب يمشي. طيب ما توافقني الراي خفيف خفيف يعني ما توافقون الراي شباب البعض يعني راجع راجع انا ماني مدرس بس ما توافقون الراي انه مثلا بعض الطلاب بعض يعني مثلا عندك ثلاث طلاب طالب سوى فعل والطالب جنبه سوى نفس الفعل، الطالب اذا ضربته الطالب الثاني ما تضربه بس تعطيه نظراتك يهجد. والله هذا الكلام لا صدقني دقيقه انا مجرب طيب دقيقه بقول شيء بقول شيء بقول شيء بقول شيء الابو الابو مو احيانا المفروض يضرب ولده حلو خلاص طيب انت كمدرس ابو انت راي طيب صلي على رسول عندك طالب صلي على رسول الله طالب ما يتعامل او طالب يخاف من الضرب صلي على رسول الله فلما تضربه مره يسكت ترى انا مع الضرب بس ضرب بدون يا سلام بدون ترى مع الضرب في بعض الاحيان بس انا اقول لك إيه؟ بس انا اقول لك حاجه بعض الاحيان تشوف الفصل اللي انت مثلا كلنا درسنا فصول ونعرف اشقياء كثير صح ونعرف ناس تركب راسها كثير صح ولا لا بس لما يجيك مدرس بعض المدرسين اذا جاء وربي اطنخ واحد كان يتونس مع اي مدرس ثاني انه يهجد صح ولا لا معناها ترجع لمين صح اسلوب المدرس ترجع لشخصيه المدرس انا دخلت على مدرس واحد من الجديد كان اقسم بالله تكفى انا طلاب قلت طيب وازورهم ما يدري فتحت عليه الباب بدون ما يدري يوم دخلت على شماغه مسحوب وعقاله في يده وطاقيته طايحه يا اخي هي على شخصيه المدرس اذا دخل فصل اذا اعطى الحين لو اعطيكم احترامكم كلكم وانا معطيكم اياه ان شاء الله اعطيكم احترامكم لازم تحترمون طيب لو اشوفكم ولا شيء ما تحترمني يا صاحبي لو شفتني شخصيتي غبيه رخمه ولا مثلا تلقاني اصلا ماني محترم نفسي انا كيف تحترمني انت؟ صح ما له علاقه هو صح بس شوف هو شيء متبادل طبعا في حاجه مهمه طبعا هذه الله سبحانه وتعالى زرعها لكل واحد هذه الشخصيات يعني في بعض الناس يمكن يقول يا اخي انا ابغى اسيطر عليهم كيف اقوي شخصيتي بضبط. ثم تنقلب وسوسه وتنقلب هذه الله عز وجل وهبك هذا الشيء ممكن مع الدورات التدريبيه والاشياء هذه لا ترى شباب هذه تستخدم اساليب ابو خوياك ايوه حياتنا اليوميه شيك واحد من اخوياك شديد يا سلام واحد من اخوياك يمزح واحد ما يمزح واحد ما يتقبل مزح واحد طيب لان واحد يسوى الدنيا زي ابو دينا اقول واحد يسوى الدنيا زي ابو دينا تسلم يا حبيبي بعد قلبك ارخم الخوي عشان ايش هواك ابو دينا الله يسلمون انت نغسل يلا نغسل نجيب مويه يا زمان يا زمان انا شيء والله ما له علاقه
ما لها علاقه، ما لها علاقه في الضرب. يا رجل عندنا مدرس احنا فلسطيني، رجال شايب والله العظيم انهم صن عنده ولا راح يتكلم. ليش؟ محترمهم، هو محترمهم الشايب ذا، معطيهم احترام ويتعامل معهم برجوله وماشي معه كذا. واحد ثاني ما يحترم، هم ما يحترمونه طبيعي. وش معلم؟ ايه اقول لك شيء، شوف احيانا ترى انا اقول لك تو حتى تو قلت الضرب اخر الحلول، الضرب اخر الحلول. انا ثقيل، انا اقول الضرب ليس من الحلول. خل اقول لك احيانا ترى بعض الطلاب، شوف بعض الطلاب يجيك يعاند حتى لو كنت محترم معه. وترى غالبا انا اتكلم، ترى اتكلم عن الكبار، لا الكبار يعني متوسط ثانوي لهم تعامل ثاني. انا مستحيل اضرب متوسط او ثانوي، مستحيل، غالبا اجيهم باخوه. حلو، حتى اكثر من مره هكشت معهم يعني داخل معهم جو. لكن الصغار، اتكلم عن الصغار، شوف الصغير عقله عقل طفل بزر. احيانا لا، احيانا تلقاه طالب مثلا تلقاه هادي، طالب تلقاه مريض، طالب تلقاه لا نيتس شوي او اقشر شوي. واحيانا يخرب، اي احيانا يخرب على اخوياه، لا اقصد يعني اقشر، تلقاه يخرب على اخوياه. طالب تلقاه زي كذا، خصوصا بابتدائي تتنوع النفسيات الطلاب. فمثل مثلا بعض الطلاب ترى حتى لاحظته انا ما يمشي، احيانا امسك العصا والله اني يمكن ما اضربه، بس تلقاه كذا بس، تلقاه على طول يخمر يخاف. ادري ان هذه خلاص يخاف من الضرب، فخلاص كل ما سوى شيء اجي كذا عنده يهجد يسكت على طول. بعض الطلاب لا، لا اعطيته هديه، اعطيته جائزه، لا صفقت له قدام الطلاب على طول دوره، تلقاه الحين يتحمس. فالكل طالب، الكل طالب شخصيه. بقولك شيء سلمان، الواحد يعرف فسيح الناس. بقولك شيء، احنا عندنا في المدرسه انا درست ابتدائي، انا درست ابتدائي، درست متوسطه. حلو، الابتدائي فيه عندهم شيء واحد، الابتدائي يحكم على شخصيتك من اول يوم، يسوي لك اختبار من اول ما تدخل الفصل، يسوي لك اختبار. انا ما اقول خليك شخص ما غير مبتسم وشخص نفسيه مع الطلاب وشخص، لكن معروف ان الابتدائي لازم تحط لك حدود. صح، حلو، انا خالفك. لا تصير، انا اعلمك، لا تصير مهرج 24 ساعه وتقول احترموني. صح، ما تجي هذه. صح، ولا تصير انسان جماد غير مبتسم وغير وما عندك مشاعر، لكن في النهايه ترجع لك انت شخصيتك. الحين ما بسألك سؤال انا بسيط، المدرسة كم فيها معلم؟ أي مدرسة ابتدائي؟ 30 20 خلينا نقول 50، ال 50 كلهم يضربون؟ لا هو طيب كم يضربون واحد؟ اللي يضرب كم؟ خليهم 10 اللي يضربون. كل 10 ال 40 الباقيين يضربون؟ لا صح؟ ال 40 الباقيين كلهم ما لهم احترام عند الطلاب؟ بس خليني أقول لك، تلقى بعض، بس جاوبني أنت. لا بعض المعلمين الحين لهم إيه؟ بعض المعلمين أنت جاوبني بس على السؤال ذا. اجاوب؟ اي لهم احترام ال 40 ذولي ما يقدرون يضبطون الفصل. احترام بعض الناس هو اصلا ما يحب او انه يخاف من الضرب. انت اسمعني، السؤال الان هل هم يضبطون الفصل ولا لا ال 40؟ مو على كل حال. ولا واحد منهم يضبط الفصل؟ لا مو ولا واحد، بس كم واحد يضبط الفصل؟ مو على كل حال. كم واحد يضبط الفصل؟ مثلا نسبة قليلة مثلا. كم واحد؟ واحد ابغى بس. طيب واحد. طيب الواحد ذا ما ضرب صح؟ شوف لك حل يا اخي. بطارية. اسلم ابو اسلم، الله لا يلومهم فيك عشان كلامك غلط، قال روح غير المايك. يعني لازم اصير معك عشان اي والله لازم تصير ما تضرب. انا اقول اللي يضرب هذا يحتاج الى اعاده تاهيل. لا ما له دخل والله. لا شوف والله الزمن هذا انك تخاف اذا ضربت. والله لا تضرب اصلا، ليش تخاف؟ انا اقول لك لا لانه الجيل هذا تغير خلاص، صار يعرف. اقول لك شيء، جوجا اكثر منك. اتكلم عن نفسي انا، شف انا ما ضربت الا يمكن، انا ما اضرب حلو، ما ضربت الا يمكن طالب واحد. لكن اتكلم عن الطلاب خصوصا حاليا، وخصوصا ترى يفرقون بعض الطلاب يعني بيئه ثانيه غير البيئه. بعض الطلاب يعني يختلفون على حسب البيئات. يجيك طالب مثلا بيئة تغلب عليهم انهم تلقاهم مقريد شوي، بيئة لا تلقاهم هادين، بيئة تلقاهم زي كذا. لكن انا اتكلم انه الضرب اخر الحلول، اخر الحلول. وغالبا مو انا اللي اضرب، لا غالبا اشوف حل وتعامل ثاني. انا ما اقول ان الضرب انه هو حل كبير، لا مو بحل،
يعني عندك